ماذا يعني نكران الذات؟ نكران الذات يعني الخروج من شرنقة الأنانية الفظيعة إلى فضاء الموضوعية والعقلانية، ويعني أيضا التخلص من عقدة العدوانية إزاء المنافسين والدونية في التعامل مع الآخرين، بعيدا عن الجمود على الأحادية في كل القضايا والمسارات. ثمة صنف من الناس يبتعدون عن الضوء، ولكن الضوء لا يبتعد عنهم، إنهم شديدون النكران لذواتهم. وهؤلاء الصفوة من الأطياب الذين وهبهم الله عقولا راجحة ونفوسا صافية وضمائر نقية، فباتوا مبرئين من الانتفاخ الذاتي ومن التعلق الشديد بالمظاهر الزائفة والعناوين البراقة. إن نكران الذات يحمل من المعاني الأخلاقية روحها وجوهرها، فهو ينطوي على ألوان من الأبعاد العظيمة والصفات الكريمة. أليس هو التواضع العالي والسمو الذي لا يدان ولا يضارع؟ أليس نكران الذات انتصارا على هوى النفس وتشبثاتها الدنيوية العريضة؟ أليس لنكران الذات ومضاته في حالة الصراعات على المال والجاه والمنصب؟ إنه المحصلة العملية للزهد في أروع مضامينه ومعطياته. إن نكران الذات يعكس قوة الإرادة وأصالة الشخصية على نحو ينأى بها عن الشوائب الذميمة ووسائل الاشتهار السقيمة. أليس نكران الذات نابعا من إيمان عميق يغمر النفس بالسكينة والطمأنينة ويغمرها بالرضا ويجعلها عازفة عن كل العوارض الموقوتة؟ إن وراء نكران الذات خلفية ملائكية تترفع عن الأوضاع والدنايا وترفض المساواة والسباقات نحو الارتكاس في المستنقعات المحمومة. ومن هنا كان نكران الذات من أكبر المؤشرات على امتلاك مقومات المجد والرفعة والشموخ.